السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في درس اليوم سنتحدث عن le féminin et le masculin، الفرق بين التكلم عن المذكر والتكلم عن المؤنث. ونبدأ بأول قاعدة يجب معرفتها، وهي أن ال دوز ال نرمز بها للمؤنث، يعني هي تعني لنا دوز ال هي ال وتنطق ال. ولدينا هنا إيل إيل إي ال إي ال نرمز بها للمذكر وتنطق إيل ال إيل. يعني إذا قال لك أحدهم ال تعني أنه يتحدث عن هي، وإذا قال لك إيل تعلم أنه يتحدث عن هو. المؤنث إيل مذكر. نبدأ بأول مثال، إلي غاس إلي غاس، يعني وزنها زائد. في الجهة الأخرى إلي ماغغ يعني رشيقة إلي ماغغ. ننتقل إلى مثال آخر في المذكر، إيل إي غو إيل إي غو إلي ماغغ إلي غو يعني سمين إلي ماغغ يعني رشيق. نستنتج أننا استخدمنا في feminine grosse وفي masculine gros. maigre استخدمناها للمؤنث والمذكر، maigre لا تتغير، تستخدم عند المؤنث وعند المذكر. grosse للمؤنث و gros للمذكر. هنا لدينا elle est grande grande هي كبيرة. elle est petite elle est petite هي صغيرة، يعني elle est grande هي كبيرة، elle est petite هي صغيرة. في المقابل نجد الحديث عند الحديث على المذكر il est grand، في مقابلها il est petit. il est grand هو كبير، il est petit هو صغير. هنا نستنتج أننا عندما نتحدث عن feminine يعني المؤنث نقول grande في مقابلها مذكر نقول grand دون إضافة ال e، ونفس الشيء ل petit عند التحدث عن المؤنث نقول petite مع إضافة e وتنطق t. في المذكر نقول petit ولا ننطق t. في مثال آخر سنتحدث عن العمر، elle est vieille elle est vieille هي كبيرة في السن. elle est jeune elle est jeune هي شابة، هي عجوز في مقابلها هي شابة. هنا عند التكلم عن المذكر نقول il est vieux هو عجوز، في مقابله il est jeune. هنا نستنتج أننا عند التحدث عن امرأة عجوز يعني feminine نستخدم vieille، وعند التحدث عن رجل عجوز يعني masculin نستخدم vieux، وفي الحالتين معا نستخدم jeune. jeune هنا لا تتغير، نستخدمها عند التحدث عن المؤنث وعند التحدث عن المذكر. وبهذا نصل إلى نهاية حصة اليوم، نلتقي في حصة جديدة أو درس جديد. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة
والضغط على الجرس ليصلك كل جديد، والضغط على زر إعجاب. شكرا لكم على المشاهدة.